انتهت معاناة 14 بلدية بولاية سمسيلت مع مشكل نقص التموين بالماء الصالح للشرب بعد تزويدهم بها من سد كتبة رصفة التي تبلغ طاقة تخزينه 73 مليون متر مكعب، وتقدر حصة الفرد الواحد حوالي 150 لتر يوميا، مما يسمح بضمان حاجيات السكان لمدة 5 سنوات في حالة الجفاف. لحد الآن نقدر نقول لك باللي هذا السد راه مستعمل تقريب كلية إلى المياه صالحة للشرب، لكن هو خزان عنده طاقة باش يقدر يتجاوب حتى مع طلبات، سواء طلبات إضافية سواء في الفلاحة أو في الصناعة. وزير الموارد المائية محمد نسيب بمناسبة زيارته للولاية أشرف على وضع حيز الخدمة حوض التصفية الطبيعية للمياه المستعملة بمدينة العيون الموجهة للري، وكذا محطة تطهير المياه المستعملة ببلدية ولاد بسام من أجل المحافظة على نظافة مياه سد بوغارة، والتي تسمح بسقي حوالي 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية.